بين هذه الوديان ووسط هذه الطبيعة العذراء بتزغبان غربي سكيكدا يوجد المسجد العتيق الذي يعد ثاني أقدم مساجد المصيف القلي. المؤذن هنا لا يحتاج إلى مكبرات صوت لأن صوته يصل إلى أبعد الحدود نظرا لموقعه الاستراتيجي. مسجد هذا تخدم في 33 الجامع هذا أقدم جامع موقع تاعو بين زوج ويدان بلاصة استراتيجية غابة الكالم الويدان مسميين هذا الواد بقرة وهذا الواد واد الجبل جامد الجبل المياه اللي باش يشربوا يتوضاو من لاسورس من الجبل من الروشي كاينين ناس جاو من كل ولاية وصلوا للمسجد واكتشفوا المسجد كيفاش واقع عادوا درك هنا ما عندناش بلاصه فين نقعدوا حنايا سمعت البلاصه في الصم ما تلقاش فين تقعد توصلك حتى 14 كار 15 كار الغاشي يوصلك حتى باب 500 600 بالالف ما كانش ولايه ما جاتش 58 ولايه يجيو يعقبوا الفاكونس هنايا. تزاوج الغابة مع الوديان والينابيع العذبة جعل من تزغبان ملاذا للباحثين عن الراحة. بعد هذا المعلم السياحي بعد الانتشار مثلا تواصلش معي انا نشر التصور تاعو عند الناس وعند الناس تقصدوا من كل مكان حتى من ولاية الشرق والغرب والجنوب كل يعني جميع الفئات تلقاهم هنا وعجبهم من حق المكان حتى طيبة الناس هنا عجبتهم ما كان حتى مشكلة يعني. مكان العبادة وفي نفس الوقت نبقاو ناس طيبين هكا ناس مناح وجوه نيرة هكا نتبادوا معهم طرف الحديث وما تحس حيث تشوف يعدي عليك النهار ما تحس كيفاش عدي عليك النهار يعني ما 24 ساعة 24 ساعة الهدوء حتى انت تشوف الطبيعة يعني قال واحد يحسدون على الشيء هذا. المسجد العتيق الذي يتوسط غابة تزغبان الساحرة لم يجمع سكان القرى حوله فقط بل جمع السياح القادمون من كل مكان وتحول بذلك إلى معلم ديني وسياحي.